متتبعي قناة ألف إسبريس، حنا الآن تنتواجدوا في درب اللوبيلا، الدرب اللي جينا للدرب اللوبيلا باش نعرفوا أصل تسمية هاد الحي هذا. درب اللوبيلا تيتوجد بمدينة الدار البيضاء، تيتوجد ما بين حي درب طاليان وحي بورغون وبالقرب من مسجد الحسن الثاني. في هاد الحلقة هذه التقينا مع السي عبد اللطيف بودلال باش يحكي لنا أولا عن قصة التسمية وعن أهم المعالم ديال هاد الحي هذا والأسماء اللي أنجبها هاد الحي هذا. درب اللوبيلا يحكى في قديم الزمان أنه كان سميته درب الدبان، وتسمي بدرب اللوبيلا لأن كانت واحد العائلة يهودية مغربية مقيمة هنا في هذا الدرب هذا، وهذاك اليهودي مغربي كان كيدير الخير مع هاد المغاربة اللي كانوا ساكنين هنا، داك السيد سموه وهذاك كانت كنيته لوبيلا، وملي تطورات وداك الشيء سموا عليه درب لوبيلا باش يحيدوا ديك درب الدبان ما كانت جات، هذاك سموا لوبيلا على سميت داك اليهودي اللي كان قديم. اليهود كانوا ساكنين في هاد لابيطات ديال لابريير، كاين 8 لابيطات ديال بزنقة لابريير، وكاين 8 لابيطات بزنقة سيدي محمد بن عبد الله، كان كلشي عامرين على اليهود، وكانوا معاهم بعض الإسبانيين وبعض البرتغاليين هما اللي كانوا ساكنين هنايا، وداك الشيء علاش ملي بغاو يحيدوا ديك درب الدبان وداروا درب لوبيلا على سميه داك اليهودي المغربي. الجنسيات الاجنبيه كانوا الاسبانيين والبرتغاليين والفرنسيين ما كانوش؟ لا، كانوا بعض الفرنسيين وكانوا قلال محسوبين على الاصابع، اللي كانوا كثار هما اليهود اللي كانوا هنا بزاف، كانوا اليهود يهود المغاربه، يهود مغاربه اللي كانوا هنا كانوا لابطات كلهم عامرين باليهود، كل لابطه فيها 20 سكنة، تكيبي 20 سكنة ب 20 عائلة كلها يهودية. هذا الشيء اللي كان هنايا. شنو أهم المعالم تاع درب لوبيلا؟ والمعالم ديال درب لوبيلا كاينة روت الفاس، كان واحد الجامع ديال اليهود كان هنايا قديم حتى هو، كنعقلوا عليه حنا ملي تزادنا وحنا كان هنا، وكان بعض المدارس الابتدائية اللي كانت هنا، كانت بحال وحدة مدرسة ديدرو كانوا كيقراو فيها على الفرنسية، وبالنسبة لمدرسة سيدي محمد عبد الله كان كيتقرا فيها العربية والفرنسية. مدرسة ديدرو كانوا فيها عن النصارى، كان كل شيء نصارى هما اللي كيقريو فيها، كانت مدام يوردي، كانت مدام وانا، كان المدير، كان واحد المدير قديم تبارك الله سميتو مسيو جيزار تا هويا، وكان عندنا لا كونتين، وكانت امي كلثوم هي اللي خدامه من ابناء الحي هنايا ساكنه في هذا الحي هذا، كيقول لها امي كلثوم بالزراريات هي اللي كانت مقابله لنا لا كونتين ديالنا اللي كنا كناكلوا فيه. سمعت على ام كلثوم المصري؟ لا، هي سميتها كلثوم، وكانت طيبه عندنا، كنقول لها امي كلثوم مرت الزراريات هي اللي كانت هنايا. شنو المعالم الاخرى تاع كانوا الملاعب هنا، كان الملاعب، كان ملعب لامارين راه كانت كتريني فيه، في عهد الحمايه كانت كتريني فيه، كيجي البيرجيكو هو والوداد كانوا كيترينيو فيه، وكان لامارين ملي كينزلوا في المرسى ما كيبغيو يتريني وكانوا كيجيو ليه، وكان تيران اخر ديال براده ها هو كاين فين تبنات المدرسه الادريسي، وكان تيران بن ابراهيم راه تبنات فيه اقامه لا كوريش. هادو المعالم ديال درب لوبيلا اللي كانوا هنايا القدام. يعني هاد الملاعب اختفوا من الدرب هذا؟ الملاعب ثلاثة اختفوا، حتى الملعب ما بقى. سكيفي الرياضة قتلوها. آخر تيران هو تيران بن إبراهيم اللي كانوا حيدوه حتى هويا وبناوا فيه الإقامة ديال إقامة لا كورنيش.
من اهم هذه بقى الذكريات اللي كاينه هنا في درب لوبيله، فيها الصور ديال اللعابه القدام وداكشي. ومن ضمن هذه العائلات كانت العائله ديال تيسير مبارك اللي كان لاعب في فريق الوداد، ومن فريق الوداد مشى الراك، والراك انت ما ادراك من الراك ايام السبعينات ديك الساعه في الراك هوايا، وكان كيلعب كادي وكيلعب مع ليكيب بريمير ديال الوداد ديك الساعه، كان داهر نتيفي كان طلعوا من الكادي طلعوا ليكيب بريمير. هذا العائله ديال التيسير راه منهم نير التيسير عبد الكبير الله يرحمه اللي توفى، وكاين التيسير ابراهيم وكاين التيسير مبارك، وهاد العائله كلها رياضيه اللي دازت هنا بهذاك. وكانت العائله ديال الصاحقه والسارتي وزريقه، كانت عائلات كبار هنايا، وبلا ما نقول لك راه حديت ولا حرج بالنسبه لهاد العائله ديال كره القدم هنا في درب لوبيله. كان معروف لان كانت عندنا فريق ديال رابيد لوبيله. وعلى ذاك الرياضه شكون هما اهم الابطال اللي دازوا في هذه الحياه؟ وذاك ابطال كثار منهم حزقوله لعب في الوداد، وكان تبارك الله من اقدم اليزابا سونتر اللي كانوا عندنا هنايا، كان سي ممارس مصطفى، كان هادو ولاد الدرب، كان عبدية، كان الصاحقة، عائلة الخوت الصاحقة، هذا مولاي أحمد ومحمد خوت هادو تبارك الله صلى على النبي، لعبوا في ليديال تا هما ولعبوا هذاك، كانوا بزاف وتبارك الله. وكان بيريك راه لعب بوردو، كان مشى محترف بوردو في الستينات حتى هو، كان مشى محترف بوردو. مبيريك كان تبارك الله كيتضرب به المثل فرنسا حتى هو، ايام العربي من قبل من العربي من المحجوب، هو مشى قبل من العربي من المحجوب، مشى في الستينات. هادو القدام اللي كانوا هنايا. وكان عندنا احسن بلونجور اللي كان عندنا هنايا، كان ديك الساعه رجال المطافي، وكان عندنا عبد السلام السارتي من كيتنفس تحت الماء بلا تنفس. ديك الساعه ما كانوا لا قراعي لا ما كان لا ادوات لا ماتيريال لا والو، وكان ملي كيغرق شي واحد ولا شي حاجه وكيختبي كانوا كيجيو يديوه من الرباط من قنيطره كيديوه باش يجبد لهم هذاك السيد هذاك، ولا الطوموبيله الا تلاحت شي واد ولا شي حاجه كينزل هو لتحت هو اللي كيطاسيها باش كيخرجوها وداك الشيء. كان عندنا مقاومين كبار هنايا مثل بشعيب شطا، مثل تيباري عبدان راه باقي في الحياه ولكن راه مريض مسكين طارح الفراش. كان عندنا بوجمع القاضيري حتى هويا من ابناء الحي درب لوبيله، وابناء حي درب لوبيله كثار تبارك الله وصلى على النبي ما يتحدوش وداك الشيء. وكان عندنا سي محمد الزرقطوني كان كيجي لهنا كينسق معاهم في هاد الحمايه، كان كيجي كينقص كينسق معاهم على العمليات اللي كانوا كيديروا. وكان عندنا روت هلفاس راه مدفونه فيها الشهيده توريا الشاوي، راه مدفونه تما عندنا هنا في روت هلفاس. وهاد درب لوبيله كان واحد السيد كيقولوا ليه نونو تبارك الله، كان القيمي بزاف، كيقول لك درب لوبيله مبدي بروضه ومسالي بحر وفسرها انت لان البحر باش بقى من وراه بقى والو. والروضه راه من هذيك الجيل اللي مشى الروضه راه مشى للحياه الاخرى. كان هذا المارشي ديال لوبيله اللي كان في القديم كان عباره عن بالخشب، وكانوا الحوان تمايا. وفاش بدات انتخاب 76 بدات الانتخابات، كانوا ديك الساعه كانوا تابعين الجماعه ديال انفا، وانفا هما اللي بناو
بنوا هذا المارشي هذا، داروا من تحت مارشي وداروا من الفوق محلات سكنيه الموظفين ديال الجامعه، باش ما يخلقوش واحد البلبله وواحد الصداع. كانوا الناس ديال اللي كانوا شادين المارشي ديال العود كلهم عطاهم حوان ديالهم، لان ردوهم ليهم وملكوهم ليهم باش يبقاو فيهم، لانه كل ما داروش هذه الحاله كنا تصداع. داك الشيء علاش عطاهم الناس اللي كانوا شادين الحوانت، كل شيء عطاو الحوانت ديالو.